يا ابني انت مين وطالب تقابلني ليه؟ هرب؟ كيف هرب؟ ليش؟ هرب على وين؟ انا نبهتك امبارح يا ابو دعاء وقلت لك هذا الرجل فيه هوان، انت ما سمعتش كلامي. لازم نخلي مكانه في اسرع وقت. ابو البراء لن يتصل بالطواغيت، يخشى على نفسه، يقتلوه، يعذبوه. اهدى يا ابو دعاء اهدى. طب والطبيب اللي جاي النهارده هنعمل فيه ايه؟ لازم ننتظره اولا ثم نتحرك فور وصوله الى المعسكر الاحتياطي، لكن شدد الحراسه، ضاعف العبوات، ضاعف الغرام قد ما تقدر قد ما تقدر، حتى اذا وقع ما نخشاه حولناها جحيما مستعرا. اقسم بالله ده كل اللي اعرفه. عجبون في حد تاني يكمل معاك التحقيق؟ هو لا حد، ده كل اللي تعرفه ولا بتكذب؟ انت مش مصدقني؟ اكيد مش مصدقك. اللي يقف يصور الناس وهي بتتقتل بدم بارد مش صعب عليه ان هو يكذب ولا يخون. والله العظيم انا جاي اتوب واصلح اللي عملته، يمكن ربنا يغفر لي. لا حول الله يا رب. انا مش فاهم انت ازاي بقيت كده، ازاي تحولت من واحد فنان لتكفيري بيصور لهم جرائمهم عشان يعرضوها قدام العالم كله؟ ازاي؟ كنت عيل بايظ، مفيش حاجه غلط تخطر على بالك ما عملتهاش، بس كنت ببقى قرفان من نفسي قوي. في عز المعصيه كنت ببقى قرفان من نفسي، بس برضه مش قادر ابطلها، لحد ما ربنا رزقني بواحد في الثوره خد بايدي وساعدني. او انا كنت فاهم ان هو بيساعدني. انضميت لحازمون وعملت معاه شغل كويس او في لجنه الاعلام، وبعد 30/6 ما بقتش عارف اعمل ايه. عرفت ان مجموعه من زمايلي جايين علينا في سينا، جيت معاهم كلهم ماتوا وما فضلش غيري. كنت فاكر ان لقيت طريق للنور، ما لقيتش غير سواد وضلمه ودم. انت كنت عيل بايظ، ولما جيت تتجه لربنا ما لقيتش غير الدم يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف اقول لك ايه، اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ولا اقول لك ربنا يسامحك لو كنت صادق في كلامك.